ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. اقتحم مواطنون يتحدرون من دول إفريقية جنوب الصحراء عصر أمس السبت شققا سكنية بإحدى العمارات في مدينة العيون محاولين السكن فيها. وقالت مصادر إن هؤلاء المهاجرين استغلوا قلة المرة في حي الوفاق شرق المدينة بسبب تدابير الحجر الصحي ليقتحموا الشقق، إلا أنه تم إشعار السلطات المختصة لتحل بعين المكان عناصر الأمن ورجال السلطة المحلية قصد إخراجهم وباشرة إجراءات الاستماع لهم لمعرفة الأسباب التي دفعت بهم لاقتحام محل السكن الغير دون سند قانوني. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.